الاهلي النهارده كان في بعض الامور وتفاصيل الهامه، وخصوصا الفرقه بتستعد ل يعني بطوله دوري ابطال افريقيا، المباراه النهائيه وهي المباراه الاهم، ربما يكون في مباراه في كاس مصر. لحد دلوقتي فيش خطاب رسمي اتبعت للنادي الاهلي بخصوص مباراه ابو كير الاسمده، هتاكد برده من التفصيله دي من زميلنا العزيز شريف شعبان بعد قليل. لكن اهم ملامح المران النهارده واهم الامور اللي حدثت وهي حضور طاهر محمد طاهر نجم النادي الاهلي الجديد لاول مره لمقر النادي، واجتمع مع مستر بيتسو موسيماني واتكلم معاه بخصوص المرحله اللي جايه ومدى اهميه هذه المرحله. ده كلام من قبل مستر موسيماني، بخلاف طبعا اجتماع اخر وجلسه اخرى مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، يعني كان الكلام فيها بخصوص موعد حضور المران الاول بالنسبه لطاهر، امتى هيبتدي، تفاصيل كتير جدا بتخص الملف ده بخلاف تدريبات الفريق النهارده واللي هنطمن من خلالها وعليها من خلال زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي متواجد في هذه اللحظات في استاد مختار التتش. يا شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك زميلي امير ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وضم صوتي لصوتك، واتمنى السلامه باذن الله طبعا زميلنا العزيز ابراهيم فايق معاك هنا من استاد التتش، كل كواليس مران النادي الاهلي فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا شريف. يعني ابتدينا اليوم كده من الاول بحضور طاهر محمد طاهر والاجتماعات والجلسات اللي حصلت ما بينه وما بين اعضاء الجهاز الفني النادي الاهلي، ايه الكواليس اللي حصل بالظبط؟ قول لنا. يمكن المران كان في الثالثة عصرا، انت عارف النادي الاهلي يمكن مع اقتراب او دخولنا في الشتاء او موسم الشتاء كان التجمع بيبقى الساعة 2 والمران في الثالثة عصرا. يمكن حضر النهارده الصفقة الجديدة للنادي الاهلي طاهر محمد طاهر، وكان حريص مستر موسيماني يعقد معاه جلسة يمكن مش طويلة، يمكن حوالي 3-4 دقائق، ومن بعد جلسة موسيماني اجتمع مع مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ، ايضا جلسة مش طويلة، ولكن هو كان جاي طبعا، هو كان عنده اصابة مع منتخبنا الاول وكان عنده شد في العضله الاماميه، ويمكن سالته على صحته قال لي يمكن يوم الثلاث باذن الله هيكون موجود في مران النادي الاهلي. انت عارف يوم الاثنين ان مستر موسيماني قرر يدي اجازه للاعبي النادي الاهلي، فيوم الثلاث باذن الله هيكون متواجد مع لاعبي النادي الاهلي بعد ان اطمئن على صحته. ممكن الاشعه شافها الجهاز الطبي وطمنه على رجليه، فباذن الله يكون موجود معانا. اتكلمت معاه وعن جلسه موسيماني وعن جلسه الكابتن سيد عبد الحفيظ، الراجل قال لي يعني موسيماني تابعه وبيتفرج عليه ومعجب بادائه، وطبعا طلب منه الجديه في المران عشان يحجز مكان في تشكيله النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتكلموا على الضوابط اللي موجوده في النادي الاهلي ولازم يلتزم بيها، وخصوصا الاجراءات الاحترازيه في هذه الفتره، مع الضوابط اللي طبعا الكابتن سيد بيبقى حريص يقولها لكل لاعب بيخش الى القلعه الحمراء. طاهر عنده الرهبه، طاهر بيقول لي انا لسه عندي الرهبه لحد دلوقتي، ما شاف ملعب التتش وشاف لاعبي النادي الاهلي في المران النهارده قال لي لسه عندي الرهبه، احاول باذن الله اخش في الاجواء سريعا عشان انسجم مع لاعبي النادي الاهلي سريعا. بتمنى له يا رب باذن الله، وكل جماهير النادي الاهلي تتمنى له باذن الله الانسجام سريعا مع لاعبي النادي الاهلي، والرهبه تروح منه، اجواء النادي الاهلي او رهبه النادي الاهلي قويه جدا، مش اي حد يحسها الا اللي جاي من خارج النادي الاهلي. فباذن الله يا رب باذن الله يكون صفقه قويه للنادي الاهلي الفتره المقبله، ويحقق مع لاعبي النادي الاهلي كل البطولات، واتمنى الفوز ببطوله افريقيا يوم 27، واتمنى ان الاهلي يصل الى نهائي كاس مصر علشان يكون موجود في النهائي. وبالمناسبه لو الاهلي باذن الله وصل الى نهائي كاس مصر هيكون من يعني اللوائح في مصر تسمح ان طاهر يشارك في المباراه النهائيه. بخصوص مباراه 21 ومسابقه كاس مصر ومباراه ابو قير الاسمده، هل تم ارسال خطاب رسمي للنادي الاهلي بخصوص موعد نهائي لهذه المباراه، ولا حتى الان فيش اي خطاب رسمي جه للنادي بخصوص مباراه ابو كير الاسمده؟ حتى هذه اللحظه ما فيش اي خطاب رسمي وصل الى النادي الاهلي. يمكن الواحد يعني عنده مصادر قويه جوه اتحاد الكره المصري، فبادرت بالاتصال عشان اعرف القصه ايه. قال لك احنا بشكل مبدئي الميعاد يوم 21، ولكن في انتظار موافقه الامن، لو الامن وافق على هذه المباراه هتكون المباراه يوم 21، الامن لو ما وافقش هتكون بعد النهاء الافريقي. الى الان لا توجد مباراه، برنامج النادي الاهلي طبيعي خالص لحد يوم الجمعه، بكره في تمرين هيكون الساعه 9 صباحا، يوم الاثنين اجازه، ثلاث لحد يوم الجمعه تمرين عادي. لو ارسل للنادي الاهلي خطاب رسمي ان المباراه هتكون يوم السبت، الاهلي طبعا هيخش معسكر يوم الجمعه. الاهلي الى الان في انتظار اي مكتبات رسميه من اتحاد الكره المصري، ولكن الى الان ما فيش مباراه. الى الان احنا اولنا يوم 27 على استاد القاهره الدولي، مباراه الاهلي والزمالك النهائي الافريقي، لا يا رب باذن الله يكون من نصيب النادي الاهلي ويتوج بالنجمه التاسعه. مران النهارده بقى يمكن بدأنا بتدريب بدني، يمكن النهارده الراجل عمل تقسيمه او عمل تقسيمتين يمكن في نص الملعب، قسم الموجود النهارده في
في مران النادي الاهلي الى فريقين، فريق في نص الملعب وفريق في نص الملعب، عمل تقسيمتين النهارده، يمكن التمرين كان قوي جدا، وختم في نهايه المران بتدريب بدني ايضا. يمكن سالت الدكتور خالد محمود عن محمود وحيد نجم فريق النادي الاهلي، قال لي عنده شد في العضله الخلفيه وهيكون موجود باذن الله يوم الثلاث في المران بصفه بسيطه طبيعية يعني. جدا سالت عن غياب صالح جمعه، اصابه بسيطه خالص، يمكن شد بسيط جدا في العضله الخلفيه، وهيكون موجود باذن الله يوم الثلاثاء في مران النادي الاهلي. سالت عن صالح وعن كهربا، طبعا مدير الكره الكابتن سيد قال لي استاذنه يمكن دون يعني في استئذان من قبلها بيومين، ان النهارده في ظرف خاص لكل منهم على حده مش مع بعض على فكره بالمناسبه، عشان ما حدش بس يربط، هي جت ظروفها جت كده اهوت، فالنهارده استاذنهم في التمرين، بكره باذن الله موجودين في التمرين الساعه 9 صباحا. المفرح النهارده لكل جماهير النادي الاهلي، بدا كريم نيدفيد يجري حوالين الملعب، بقى له كام يوم بيجري حوالين الملعب. سالت الدكتور خالد محمود اخبار كريم ايه، قال لي كريم في مرحله من ضمن المراحل اللي موجوده اللي تأهيله، ولكن احنا بكل مرحله بناخدها على حده، بنشوف استجابه للعلاج، ركبته بتستجاب للعلاج ولا لا. بس بطمنك، جري كريم في الملعب او حوالين تراك مختار التيتش، لا ما شاء الله يمسك الخشب، ما شاء الله جري كويس، مفيش زكه، فما شاء الله يمكن كريم بدات ركبته تستجيب بشكل كبير جدا للعلاج، فباذن الله كريم باذن الله يكون اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. محمد محمود ايضا كان موجود النهارده، سالت الدكتور خالد محمود عليه، قال لي موجود وبيجي الجيم بيعمل الجلسات طبيعي، برنامجه طبيعي جدا ماشي بخطى ثابته جدا. ما تكلمنيش دلوقتي عن محمد محمود، اديله خالص راحته خالص، مش هنستعجل عليه خالص لحد ما يرجع بالسلامه، تتكلم في شهرين باذن الله واقل باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه. ويمكن دي كانت ابرز كواليس مران اليوم. زميلي امير، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من استاد مختار التتش، وطمنا على اخبار مران الاهلي اليوم. هروح لفاصل.